الحفرة الكبيرة هي نتيجة صاروخ طائرات التحالف، أعتقد بأن عمقها أكثر من 7 أمتار وقدرها أكثر من 20 متر. طبعا كما أخبرتكم في هذه البناية كان يوجد قناصين لداعش، فكان طائرات التحالف تستهدف هؤلاء القناصين في المباني. صح. جئنا إلى هنا وركضنا بأسرع ما يمكن لنصل إلى ذلك البوابة، بوابة المدرسة، حيث كان قناص داعش يتمركز خلف هذا السور. طبعا هذه احدى قذائف داعش تسمى او يسمونها بمدفع جهنم، هي من صنع يدوي ولها قدره تدميريه كبيره. ستشاهدون المئات من هذه القذائف في شوارع كوباني. الخراب والدمار هنا بكوباني لا هي دليل قاطع على أن الحرب كانت دارية هنا، والتي لم تضع أوزارها بعد على بعد كيلومترات من هنا وبالضبط في ريف كوباني. لشروق نيوز، زينب بنزيطة، كوباني، شمال سوريا.